أشواق جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة شبابية بامتياز. الخبر من قلب الحدث. السلام عليكم، معكم خالد بن هني الفنان. اليوم انا ضيف على مجموعه كرافاتا الابن ديالي سالم بن هني. انا ما عندي حتى دور معاهم اليوم، جيت كضيف وتاينا كناقد وكمتتبع المجموعه. الله يوفقهم، العمل ديالهم يعني فيه صعب ان فكره سهله وادني سهل ممتنع، فيه لا تكنيك مجهده يعني في الاخراج وكذاك الشيء، في الحركه وداك الشيء هذاك فريمون كيدخل البهجه في الافكار نتاع انك تفيزيوني بين موسيقى مصريه ومغربيه، ولا سيما انك تحافظ على التراث المغربي والتراث البدوي ديالنا والعيطه ديالنا وكذا. يعني كاين واحد احترام للالوان الشعبيه اللي في الثقافه ديالنا. كيخدموا راه خدمه صعيبه لا تكنيك، كيخدموا الاخراج وليك الباك جراوند، ديك الشيء اللي كتشوفوا وراء الناس كيشطحوا راه ديكور وكذا، راه داك الشيء كيخدموا راسهم، عندهم واحد اوتو برودكسيون، يسون اوتو ديداكت يعني عصاميين، كيكونوا راسهم براسهم، سبونسوريزم كيديروه، كيتقلبوا هنا وهنا وكيتقاتلوا، ما كيساينوش، ما كيت يعني هاد القضيه كنبغيها يتعلموها الشباب، ان يكونوا بحالهم حتى هما، يكونوا عندهم ثقه في النفس ويقلبوا على راسهم، ما تساينوش شي مسؤول يساعدكم، لان كاين مسؤولين اللي شرفاء وكيبغيو الثقافه ويبغيو كذا، وكاين مسؤولين اللي ما مسوقينش. دونك الشاب يتكل على راسو وان يطرق البيبان. كاينين الناس طيبين في البلاد اللي كيحبوا الفن وكيحبوا الشباب ديالنا وباغيين هذه الطاقه باش